مرحبا بيك يا مريم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما قلت طبعا معي يعني حاليا العديد وعدد كبير طبعا من اللقاءات بعد تتويج النادي الاهلي بالسوبر المصري. ويمكن طبعا معي يمكن بالنسبه لفريق النادي الاهلي او بالنسبه لجماهير النادي الاهلي هي احسن ليبرو في افريقيا ندى وليد. ندى طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وما شاء الله عليك دايما يعني زي ما عودنا منك اداء قوي في الملعب. شايفه النهارده المباراه ازاي وشايفه الفوز النهارده ازاي، اول بطوله ليكم في الموسم ده؟ اول حاجه ازيك يا سلام، عامله ايه؟ بصي، هو طبعا البطوله دي كانت بالنسبه لنا يعني هي كانت اصعب حاجه، لان هي اول بطوله لينا واول يعني ماتش هنلعبه مع الزمالك، فكان بالنسبه لنا ان احنا البطوله دي هتسهل علينا حاجات كتير قوي، هتدينا دفعه معنويه قوي، وان احنا لو كسبناها هنقدر نكمل ان شاء الله لحد اخر السيزون وناخد كل البطولات ان شاء الله. يعني يمكن طبعا شفنا النهارده مباراه قويه جدا، شفنا انه في اول شوط تاني شوط طبعا الاهلي كان متقدم، ثالث شوط يمكن طبعا الاداء نزل شويه، تقدم نادي الزمالك، قدرتوا في الاخر ان انتوا تفوزوا في اخر شوط. يا ندى، مباراه كانت صعبه جدا عليكم، اداء قوي منكم من الفرقتين، فشايفه الاداء ازاي، اداء الفرقتين واداء لاعبي النادي الاهلي وايضا لاعبي نادي الزمالك؟ هو طبعا الماتش ما كانش ماشي على وتيره واحده، يعني ساعات هم يفوقوا ساعات احنا نفوق، بس كانت اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نحسم اللي في الاخر. يعني اخر شوط بالنسبه لنا كان اللي هو احنا هنموت نفسنا مهما كان ايه اللي حصل او مين في الملعب، بالنسبه لنا ان احنا عايزين نكسب باي طريقه وباي سته يعني. فده ادانا دفعه قوي ان احنا مش فارقين اي حاجه، احنا بس عايزين نكسب البطوله بس. فالحمد لله. الحمد لله يا ندى، وببارك لك تاني مليون مبروك وبشكرك جدا على اللقاء ده، ومنتظرين منك اكتر بقى انت وكل لاعبات النادي الاهلي طول الموسم. ان شاء الله عندكم كاس افريقيا دوري، فان شاء الله تفرحونا بيهم وان شاء الله تفوزوا بيهم وتحافظوا على الالقاب دي الموسم ده ان شاء الله. يسعد ان شاء الله. ميرسي، شكرا. كان طبعا زميلتي مريم